الفاغنر هي يعني كل منتسبيها أو جل منتسبيها هم خريجي السجون، في منهم حتى محكوم بالإعدام. ما كانش الدخول عشوائي، كان الدخول بناسنا وبأقرب الناس لنا. جينا هنا للورشة نحسابهم مع رب ولا مسلمين ولا بنادمين يتكلموا حتى بالعربي، لقيتهم روس. أطماع روسيا ربما في أفريقيا ومن بينها ليبيا. Extrajudicial killings of civilians. كان إنسان مستعد إني ضحي بأي حاجة، المهم أبوه يكون راضي. الفاغنر كلمة غريبة على الأذن العربية، مؤخراً صارت مألوفة في مناطق النزاع العربي منذ عدة سنوات، وارتبط ترديد الكلمة بسفك المزيد من الدماء، فأينما ظهرت ملامح الأشخاص الروس ذوي الوجوه الحمراء والأجساد الضخمة فاحت رائحة الدم وانقطع الأمل في إيقاف آلة القتل. الفاغنر هي شركة أمن روسية غير مرخصة مقرها موسكو. تصف أفرادها تقارير لجنة رصد المرتزقة بالأمم المتحدة في مناطق النزاع بالمرتزقة. بدأ ظهور أفراد الفاغنر في النزاع السوري بجانب قوات بشار الأسد، ثم ظهرت نفس الوجوه الحمراء في ليبيا متأرجحين بين ذريعة حراسة المنشآت والأرواح في الشرق وأحد أذرع الهجوم والقتل في الغرب الليبي. ورغم ذلك ما زالت روسيا الرسمية تنكر تواجدهم داخل الدولة الليبية. أخبار الآن تكشف في هذا التحقيق عن تواجد عناصر الفاغنر داخل ليبيا وقيامهم بجرائم حرب وقتل للمدنيين كجزء خفي من آلة إشعال الحرب بين الشرق وغرب ليبيا. دخول قوات فاغنر على الخط في معارك العاصمة كان لي دور كبير جدا، كان فيه يعني عمليات قوية جدا، كان لديهم أسلحة متطورة جدا، واجهنا مقاومة كبيرة جدا منهم، واجهنا يعني محاولة وإصرار كبير جدا على التقدم، خاصة في بعض المحاور كمحور صلاح الدين ومحور خلطات وكذا، عدة محاور. صحيح أنا عن نفسي كنت موجود في محور صلاح الدين في أثناء تقدمهم وإصرارهم على التقدم، كانوا موجودين، وأول ما شاهدناهم عبر الكاميرات التصوير شاهدناهم في محور صلاح الدين لقوات الفاغنر. عملياتهم كانت فعلا تستخدم بحرفية كبيرة، والعمليات هم عادة بمدفعية موجهة والأجهزة الحديثة وتصوير دقيق. كانوا طبعا كلما يقوموا بعملية يقوموا بإطلاق غازات ذات ألوان عدة ألوان بحيث لا تصعب رؤية وجودهم، ويتم سحب جرحاهم يستميتوا من أجل سحب جرحاهم أو قتلاهم. وطبعا شهدت هذه العمليات اللي تقدمنا وجود وثائق كثيرة جدا، كانت من ضمنها المذكرات والهواتف المحمولة وغيرها، كان عدة دلائل تدل على وجودهم، الكتابات الموجودة على البيوت، وكذلك زي ما قلت ظهر في وسائل الإعلام القتيل اللي تم العثور عليه جثة، طبعا هذا كان دليل كبير جدا، وعدة أشياء تثبت وجودهم، كذلك أسلحتهم التي لم تكن موجودة. أعتقد هذا الأمر لا يخفى على أحد، لأن وجود مرتزقة الفاغنر ملاحظ، وكذلك تم أسر العديد منهم في حرب جنوب طرابلس، بالإضافة إلى تقارير الخبراء الدوليين نحن نعرف بأن لهم تواجد كبير جدا في قاعدة الجفرة وكذلك قاعدة براك في جنوب ليبيا، وأيضا على الساحل قاعدة القرضبية في مدينة سرت. الوجود الفاغنر في ليبيا منذ أكتوبر 2018. We've also been more recently concerned with the activities of Wagner in relation to the armed conflict in Libya. And earlier this year, in 2020, we again wrote to Russia and to the parties to the conflict in Libya, as well as Turkey, to highlight and to ask questions about the involvement of third-party actors, private actors,
in the armed conflicts in the armed conflict in Libya. And we were specifically concerned in relation to Wagner about Wagner's involvement again in extrajudicial killings of civilians and the involvement of the company in direct hostilities in the armed conflict in support of the Libyan national government. ورغم أن الفاغنر ليسوا جيشاً نظامياً ولا طرفاً في الصراع بجماهيرية ليبيا العربية، فقد تفاوتت أعدادهم بين 1500 مسلح من المرتزقة إلى 1800، وهي الأرقام التي تم رصدها في التقارير الرسمية، بينما الحجم الحقيقي لهذه القوى المرعبة يفوق هذه الأعداد. فما هي أعداد الفاغنر التقريبية في ليبيا بحسب التقارير الرسمية الدولية والليبية وشهود العيان؟ اللي في الخضرة والله بالنسبة للي قاعدوا في محليني ممكن نقدرهم في حدود 15 من 15 لل 20 نفر ممكن هذوما اللي قاعدوا في ورشتيني وفي خمسة ولا ست مكانات تانية. لكن هي الفارق كان وين يا أخوي؟ الفارق إنهم كانوا في المحال التانيات واخذين زي ما تقول حوش في مقسم قاعد تحت الإنجاز ملعق ولا مسقف، بس الأمور يسير فيها الله سبحانه وتعالى. هي بالنسبة لورشة مهولة معناها ما كانتش لأن كنت تخش فيها، ليش؟ لأن هذي فيها ناس تمشي وتجي. هذا الامر اللي سرع بحدوث الحادث من النهار اللي روحوا فيه. انا جيت هنا، الناس الثانيه ما مشاش لي حوش الا بعد اسبوعين وبعد ثلاثه وبعد عشرة، لكن انا نتيجه ان في املاك ناس وفي ارزاق موجوده جيت نبي نسكر باش ان موجوديتها صابح عيد وقدر الله ما شاء فعل. وجود قوات الفاغنر الروسية هم طبعا دعم لوجستي أكثر، وربما تقول التقارير من 800 إلى 1200 مرتزق، ربما أكثر قليلا أو غيرها، ولكن هم يقدمون الدعم اللوجستي من حيث تحليل والعمل المخابراتي، بالإضافة إلى توفير الحماية الجوية عن طريق منظومات الدفاع الجوي والتشويش الإلكتروني، بالإضافة إلى الاستهداف إن حدثت أي أو حدث أي صراع ما بينها وبين قوات حكومة الوفاق الوطني. نعرف بأن طائرات الجيل الرابع ميك 29 وسوخوي 24 تجوب مناطق مدينة سرب. بوجود عناصر المرتزقة من الفاغنر أيقظ النظام الروسي أحلامه القديمة في السيطرة على الشرق الأوسط وامتد إلى شمال وعمق أفريقيا. كانت بوابة دخول الفاغنر إلى أفريقيا هنا ليبيا، حيث الطريق باتجاه الجنوب وكنوزه المدفونة التي تعطل آلة الحروب والنزاعات الأهلية الاستفادة من أفريقيا، بلاد الذهب والألماس والحروب أيضاً. ولكن كيف دخل الفاغنر الروس إلى ليبيا؟ وهل تواجدهم حديث العهد؟ أطماع روسيا ربما في أفريقيا ومن بينها ليبيا، لأن ليبيا تعتبر قاعدة عسكرية روسية في السابق. النظام القدافي كان على تواصل دائم مع الاتحاد السوفيتي السابق، هناك التسليح، الجيش الليبي كله تسليح من الاتحاد السوفيتي والذخائر، كذلك الجنود والضباط المتخرجين من الاتحاد السوفيتي السابق عددهم كبير جدا، عاملين في القوات المسلحة الليبية بصفة عامة. وبذلك أعتقد أن روسيا ربما تسعى إلى تكرار هذا المشهد. أنا أعلم يقينا وكنت على دراية تامة، لأن كان يوجد في ليبيا عشرات الآلاف من الضباط والجنود الروس في أعمال التدريب وأعمال السيطرة الإلكترونية وغيرها، وخاصة في أوقات الصراع الموهومة التي كان يقوم بها القذافي مع أمريكا في البحر المتوسط في فترة الثمانينيات. Well, as I've already mentioned, we saw in the Central African Republic, we saw targeted attacks against journalists, and this is something that was raised
by the Working Group on Mercenaries, but also by the rapporteur on the Central African Republic. So we have very serious concerns about the protection of journalists and those who might seek to investigate the activities of companies such as Wagner and others. In the Libyan context, again, we saw, as I mentioned earlier, extrajudicial killings of civilians. And it's these, you know, these violations against civilians, people who are not involved in the armed conflict. صحيح هم كان انسحابهم تدريجي في البداية انسحبوا إلى صلاح الدين لدينا معلومات كنا نرصدهم كانوا موجودين في آسف في كانوا في قصر بن بشير في البداية كان انسحاب المرحلة الأولى ثم طبعا هم كانوا أول من انسحب حتى عن باقي المرتزقة الثانيين هم كان أول من خرج من العاصمة وانسحب منها ثم انتقلوا إلى بن وليد كانت المرحلة الثانية وهناك فعلا تم تصويرهم في بن وليد وتم يعني حدث عدة ملامسات معهم كذلك داخل المحلات التجارية وغيرها والاصطدام بهم عبر بعض المشاكل التي حدثت لأن عدم قبولهم في مدينة بن وليد ومن ثم تم ترحيلهم إلى الجفرة والسرت هذا أهم حدث صحيح كان لهم وجود كبير جدا في الوطية من سنوات كانوا موجودين كان يعني يقوموا بتحسينها وتجهيزها وتطويرها وتصليح الطائرات واستخدام الطائرات هم من قاموا بتصليح طائرات السخوية اللي كانت موجودة من عهد النظام السابق موجودة في الوطية هم قاموا بإصلاحها واستعمالها وطبعا تم قاموا بإنشاء لما تم إخراجهم من الوطية تم إنشاء مهبط اللي هو الزراعي كان مهبط مطار زراعي تم تطويره وتوسيعه وكنا نشاهد باستمرار ولدينا نرصد معلومات يتم تصويرها عبر عيوننا في هبوط الطائرات في هذا المهبط ولكن للأسف طبعا مستوى النيران لا يصل إلى هناك لم نتمكن من التعامل مع هذه الطائرات فكنا نشاهدها عبر التصوير عبر عيوننا كان متأكدين وواثقين من وجود هذه الطائرات وهبوطها في مهبط ترونة لذلك كان لها وجود كبير جدا في قصر الشير حقيقة غرف عمليات أكثر من غرفة ووجود كان وجود قوي جدا ومن نقاط خاصة بالذات المدفعية الموجهة كان لهم وجود كبير جدا داخل المنطقة بشكل غير طبيعي عبر ما كان تصلنا عليهم معلومات وصور من داخل منطقة قصر بن بشير مرتزقة الفاغنر لم يكونوا يقومون بالعمليات الضرب العشوائي هم كانوا عددهم قليل ولكنهم كقناصين وجودهم وكذلك فرق مدفعية موجهة مثل الهاون الموجه الليزري بالإضافة إلى مدفعية الهاوزر الليزرية أيضا كما قلت لك أعمال التشويش ولكن هم وجودهم في محاور جنوب طرابلس في منطقة صلاح الدين وكذلك منطقة عين زارة طبعا وخوفهم الشديد قاموا بزرع الألغام طبعا وقت عرفنا احنا وجود الروس داخل الأراضي الليبية يعني منذ دخولهم للمنطقة الشرقية وتوجههم إلى قاعدة الجفرة كانت لدينا أعين هناك ويعني كانت سواء الاستخبارات العسكرية أو المخابرات تقوم بشغلها وهي اللي أتت بالمعلومة أولا ثم يعني تواجهنا معهم وجها لوجه في محور صلاح الدين والحمد لله رب العالمين يعني كان هناك لدينا كاميرا تراقب المحور يعني عندما احنا انسحبنا للخلف شوي خليناها الكاميرا هي يعني اللي صورتهم وجها لوجه الروس يعني صورتهم بملابسهم بعدتهم حتى نوع السلاح شنو وللفاغنر في ليبيا مهام عديدة فبخلاف الدعم اللوجستي والتقني فهم من يديرون الحرب في معارك ومناطق بعينها على الحدود بين شرق ليبيا وغربها ويتواجدون في الصفوف الأولى ثم يتراجعون للخلف مشعلين فتيل الشائعات على السوشيال ميديا وإدارة الحرب بها كما يقومون بتدريب المرتزقة الجدد من جنسيات أخرى والذين توافدوا جميعاً بمساعدة روسيا حيث معظمهم من سوريا من المناطق التي يسيطر عليها النظام وحليفه الروسي حيث المهبط الأول لمقاتلي مرتزقة الفاغنر في المنطقة العربية
نعم هم موجودين بقوه وموجودين بكثره في سواء في قاعه القرطبيه سرد او سواء في قاعده الجفره موجودين، تم رصدهم. يقوموا الان بحفر خنادق من فتره طويله، حفر خنادق وتحصين وزرع الالغام في مسافات كبيره شاسعه، تم زرعها حوالين القواعد، هذه القواعد ووجود الامدادات تصل تباعا. اولا رصد القاده ورصد المقاتلين على الارض، ثانيا استعمال المدفعية الليزرية، مدفعية يعني موجهة بطائر الدرون، كانت تقوم بالقصف يعني لا تخطئ، تأتي في الهدف مباشرة. كذلك موجود بعض القناصة وكذلك وجود المشاة. هم استلموا في الآونة الأخيرة، هم من كانوا في الخطوط الأمامية لمواجهة قوات بركان الغضب. الآن يعني بعد وجود المفاوضات الآن وإيقاف الحرب ما زالوا متواجدين على الأراضي الليبية. عدد كبير جدا من الألغام زرعت في مساكن المدنيين، ونحن نعرف الضحايا المدنيين الذين بعد تحرير جنوب العاصمة طرابلس الذين أزهقت أرواحهم من جراء تلك الألغام. ننجي المرحوم هنا يلقى البيبان هذين مفتوحات. كان عمار أحمد سالم الشاب العشريني الذي كان والده بانتظار الاحتفال بتخرجه من كلية الزراعة أحد ضحايا الألغام التي زرعها أفراد الفاغنر في ورشة والده فترة استيلائهم عليها وإقامتهم بها. كان من الصعب أن يتحدث أحد ضحايا الفاغنر وهم كثر خوفاً من السلطة التي تحارب بجوارها تلك العناصر الروسية والتي تمنعهم من سرد حقيقة أن ما كانوا يظنونهم أتوا لحمايتهم هم ما يحصدون أرواحهم اليوم. فقط أبو عمار هو من قرر ألا يدلس على دم ابنه على حد تعبيره ويسرد الحقيقة بأخبار الآن برغم التهديدات. إحنا العلم ما عندناش به علم إنه كان ملغوم، لكن في يوم ثلاثة والأربعاء آخر أيام شهر رمضان جو هنا الروس، جنود روس منسحبين من طرابلس، جو مكنوهم في محلات الناس وفي بيوت الناس، ومن ضمن المكانات اللي قاعدوا فيهن الورشة. هنا عندي ورشة ورابش وعندي حوش هنا تحت الإنجاز حطوهم فيه. ولدي المغدور هذا الله يرحمه كان هو اللي يجي يفتح في شهر رمضان، جي بسيارات جيش وعسكريين، جي لما جيت هنا عرفت انهم روس موجودين هنا، قعدوا لآخر يوم في شهر رمضان اللي هو يوم السبت تقريبا يوافق يوم 23/5، هم منسحبين من الفجر. طبعا الورشه هذه والرابش هنا فيه رزاق ناس وامور، فرحنا انهم طلعوا، قعدنا نضموا هنا، سكر البيبان، حول هذيك حول هذيك، لين جينا بنروح لما جينا بنروح لقينا الخزان ناقص مي. من العاده نرقل الخزان، احنا دايرين دار دروج ما بين الورشه والحوش. طلعنا طلع حياة المرحوم بيرقى للدروج باش بيشوف الخزان، هو خش لدار الدروج تفجرت به دار الدروج كامل. لدار الدروج باش بيرقى بيشوف الخزان فوق. حسبي الله ونعم الوكيل، ربي يجمعني به في الجنة ولو بعد عين جال، حسبي الله ونعم الوكيل. مرحوم اسمه عامر أحمد عمار، مواليد 1999، طالب كان يقرأ في كلية التقنية الزراعية تقريبا المعهد الزراعي يقولوا له احنا اللي بعد التنوية، هذا معهد عالي. والله إنسان زي أي إنسان، ولو أننا بنقول مش ممكن مش زي، لأن ما فيش إنسان اللي ما ابن عزيز عليه، لكن الإنسان هذا ما كانش ممكن حتى اللي في جيله يعرفوه. حسبي الله ونعم الوكيل. أنا يا أخوي سمعنا به الكلام هذا، وكان في من يفند ومن يكذب ومن يقول لا موجود ومش موجود، لين عشناه. احني ليلة
النهار اللي توفى فيه المرحوم هذا كان آخر يوم في شهر رمضان. لما مشينا غادي على الأسباب أنت بتهدرز باللي ريته. كما هو معروف للعالم أكل واللي تتبع في الحدث العسكري، يعني شركة الفاغنر هي يعني كل منتسبيها أو جل منتسبيها هم خريجي السجون، في منهم حتى محكوم بالإعدام، وفي اللي هارب من بلده، وفي اللي ما عنداش يمكن جنسية، كلهم يعني مرتزقة جاءوا من أجل المال. وهذا ما وقت تخش بهم، حتى لو دربتهم أنت تدريب كامل وخشيت بهم حيرجعوا لسلوكهم الأول، لأنهم هم وقت الحكم بإعدام أو كانوا في سجون بيكونوا هم يعني كيف ما نقوله بالعامية مخانب أو مسارق، كانين قتلة خريجي سجون. شو بتتوقع منا؟ بيجي بيصلي بيك؟ هم بالعكس خشوا حتى المساجد وكتبوا عليها عبارات روسية ما نذكرهاش الآن، زي الجيش النظامي، والأجسام يعني أجسامهم يعني كبيرة، ما هيش يعني حتى الناس العادية يمكن أجسام كمان ضخم. يعني الجسم متاعهم ضخم، القيافة نتاعهم واضحة، قيافة الفاغنر معروفة، ولدينا فيديوهات يعني توثقهم وحتى من قرب، وهناك بعض المقتنيات الشخصية لهم، بطاقات الشخصية. كنا نسمع بينهم يديروا في الغام، لكن من كانت في الفترة هذيك هي ترون شنو تعتبر منطقة مؤيدة ليهم، ومن اللي جابهم؟ جبناهم احني، ما جابهم حد غريب، جبناهم احني هل المنطقة. وهم لما دخلوا الروس عارفين المكانات وعارفين الورشة هذه لمن، وعارفين الحوش هذا لمن، وعارفينها كل. وهم جو ما جوش، ما كانش الدخول عشوائي، كان الدخول بناسنا وبأقرب الناس لنا. ربما كان أحمد عمار والد القتيل الأب الذي كان على درجة من الشجاعة كي يروي قصة قتل ابنه على يد أصدقاء النظام الذي يحكمه، ولكن لم يكن والده عمار هو الضحية الوحيدة. فقد ذكر تقرير للجنة ملف المرتزقة بالأمم المتحدة واقعة قتل أسرة ليبية بأكملها على يد مرتزقة الفاغنر. ففي ظهيرة يوم 23 من شهر سبتمبر من عام 2019 تورط أفراد من الروس يرتدون زياً عسكرياً في اختطاف وقتل مواطنين ليبيين بالقرب من العاصمة الليبية طرابلس، وهم أبو عجيلة علي عنبس ووالده مهند وحمزة عمار جمعة، وشروع في قتل كل من حسام ومحمد أبو عجيلة علي عنبس. ويوضح التقرير تفاصيل الواقعة، فيذكر أن مجموعة قوامها 6 أفراد من شركة فاغنر الروسية للأمن الخاص يرتدون زياً مموهاً، مسلحين ببنادق هجومية، يقودون سيارة بيك أب بيضاء اقتحمت منزلاً مدنياً في قرية السبع الواقعة على مسافة 47 كيلومتراً جنوب طرابلس، وقاموا بتفتيشه دون أي مبرر قانوني. وقام أفراد الأمن الخاص الروسي بالقبض على 5 رجال محليين من نفس العائلة كانوا يعيشون في المنزل، وصادروا هواتفهم المحمولة وأجبروهم على الصعود إلى سياراتهم، وعصبت عيونهم، وتم اقتيادهم إلى مزرعة قريبة حيث كانت توجد مجموعة أكبر من المسلحين الأجانب. وفي الصباح قام 4 من عناصر الفاغنر بنقل المدنيين 5 إلى مزرعة قريبة، وطلبوا منهم الركوع على ركبهم وهم مقيدو الأيدي ومعصوبي الأعين. ثم فتح مرتزقة الفاغنر النار على الضحايا، وفروا هاربين مخلفين وراءهم 3 قتلى من أفراد الأسرة. ولم يكن القتل هو جريمتهم الوحيدة في ليبيا، بل أيضاً التحرش والبلطجة بأخذ البضائع عنوة من المتاجر والمحال البسيطة دون دفع الثمن. بالإضافة إلى الاعتداءات التي يقومون بها في مدينة وخاصة في منطقة الجفرة، حيث يتواصلون عندما يتواصلون الناس يريدون ربما أحيانا الدخول إلى بعض المحلات التجارية، لا يريدون دفع الثمن، أو ربما يتعرضون بالتحرش إلى
مثلا بعض النساء الليبيات أو غيرها. نحن نعرف بأن تلك الأعمال هي أساسا كما قلت لك أن لا يملكون الانضباطية، وأيضا هم مثلهم مثل أي مرتزق آخر، حتى أن القانون الدولي كيف يصنفهم في هذا الشأن، لأن نحن نعرف بأنه الأسرى يصنفون حسب اتفاقيات جنيف الأربع اللي هو في معاملة الأسرى وفق القانون الدولي، ولكن هؤلاء مرتزقة جاءوا لكي يقتلوا، عقود للجرائم والقتل فقط، هذا شأنهم وهذا ديدنهم. أعتقد أن هذه الانتهاكات، نحن نعرف بأن ليبيا تقع طائلة القانون الجنائي الدولي فيما يتعلق بمحكمة الجنايات الدولية وولايتها على ليبيا منذ القرار 1970 في سنة 2011 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، وبذلك تلك الجرائم هي منظورة ويجب على المدعي العام في محكمة الجنايات الدولية التحقيق فيها فيما يتعلق بجرائم الحرب، بالإضافة إلى ربما المقابر الجماعية التي في ترهونة ربما قام بها جزء منهم مرتزقة الفاغنر، لأن هذه مسألة قضائية. وزارة العدل وثقت عدد كبير جدا من الجرائم، وهي ضرورة النظر فيها أمام القضاء المحلي وكذلك الدولي. تقريبا بعد ما جو اللي متخصصين في الالغام ويفهمون، كان دايرين لهن، كان في زوز الغام دايرين لهن الخيط السلك هذا اللي غير مرئي، هو شفاف. هو لما جي خطوتين في الدروج شكله رفعها في رجليه، تفجر الدار الدروج كامله. امتار اني كنت بعيد عنه، اني مش حاضر الواقع، ممكن نقول فيه كلام تاني. أني تعرف ليه معاش فرزت شيء من الغبرة ورشاد. The use of mercenaries is very clear. Mercenaries should not be used. We have, as I already mentioned, the Geneva Conventions, which prohibits the use of mercenaries in armed conflicts. We also have another international treaty, which is the Convention on the Use of Mercenaries. Now, that convention has been around for about 30 years now, but it only has 36 state parties to it, which is really quite appalling when you think about how many states, you know, over 190 states around the world, but only 36 have actually signed up to a convention that outlaws and criminalizes the use of mercenaries. And so it's very problematic. Again, in terms of holding individuals accountable for mercenary activities. If states are not party to an international treaty, in this case the Convention on the Use of Mercenaries, it makes holding the individuals responsible for war crimes and other crimes during armed conflict it makes it almost impossible. But international law, the convention and the Geneva Conventions are clear that states should not be using mercenaries. قام الفاغنر بالاستيلاء على ممتلكات الليبيين والإقامة بها دون حق الاعتراض، ولكن كيف استطاع أفراد الفاغنر الاستيلاء على هذه المنشآت واتخاذها مسكنا ومركز عمليات لجرائمهم يفخخونه قبل الرحيل؟ هل كان ذلك يتم عنوة بأمر من الطرف الليبي المستخدم لمرتزقة الفاغنر فقط؟ أم أن ما تعرض له السكان المحليون في هذه المناطق من غسل أدمغة جعلهم يتعاونون مع من ظنوا أنهم حلفاء ومصدر أمن للمنطقة، ليكتشفوا أنهم مجرد تجار دماء، فحيث يوجدون ينتشر الموت؟ بالنسبة للحقبة اللي عاشوا فيها الكانيات ومسكوا زمام الأمور في منطقة ترونة، من ضمنهم الإنسان اللي نكلم فيه، من اللي كان يقدر يقول له؟ قصدي منه أنت اللي بيستاذنوا منك من الاستئذان، قال إحنا عندنا مثل يقول مطر هات البحر، غير أسلم أنت. جيت أنا روح ابني المرحوم الله مغفر له ورحمه، لقيت مش قلت لك هو اللي يفتح في رمضان هنا، جاي لقي سيارات عسكرية وقي الدنيا مفتوحة، روح غادي في الحوش قال لي فيه جيش في الورشة. جينا هنا للورشة نحسابهم عرب ولا مسلمين ولا بنادمية يتكلموا حتى بالعربي، لقيتهم روس
من ضمنها كان معي ولدي مراد الصغير هذا، قال لي يا ابوي راه ما همش عرب هذوما اللي تهدرز انت وياهم، ما يفهموش فيك. كان معاهم مترجم سوري طلع من وسطهم ويقول لي احنا اخوات ومش عارف ايش. قلت له خليته فيها اخوات ابن وتعم انت كيف تفتح ميكانيك؟ قال لا والله هذا المكان احنا جايين بيش من نأمنوكم وجايين. المهم كتر النقاش بيني وبينه، بعدين فهمت انه قال لك لا اقعد هنا لين يجي الامن. تنفادني تاني نقول لك حاجه يا راجل، بالنسبه لي ياخذوا من محلات بغير فلوس مش بالمرات بالغصب راه. لان تلقاني في محل على ما شدت انه فرحان به مستعد يقدم لها. الامر راه الامر مشابك والامر اللي واضح للبعيد راه ما هيش الصوره الصحيحه. الصورة الصحيحة بالنسبة لمنطقتي وللأسف وأنا واحد منهم ما نجردش نفسي وما نطهرش نفسي نقول لا أنا أحسن من الثاني. قالوا الحكم بالغالب، إحنا هذه المنطقة الظالم أهلها. اللي صار فينا صار فينا من أنفسنا، من أولادنا، من ابن عمنا، في بعضنا. شركة فاغنر الروسية غير مصرح لها في روسيا بالعمل، بل أن القانون الروسي يعتبر كل ما يتورط في حرب خارجية من المدنيين الروسيين هو مرتزقة، ويسري عليه قانون معاقبة المرتزقة ومجرم الحرب. فهل سيتم محاسبة النظام الروسي أمام القانون الدولي على ما نشره من خراب في ليبيا؟ وتلك الدماء التي سفكت على يد مواطنيه من حراس الأمن لشركة خاصة، هذا ما ينويه المشرعون الليبيون الذين تحدثوا لأخبار الآن. مرتزقة الفاغنر يحفرون الخنادق، هناك خندق طويل جداً يمر من سر باتجاه الجفرة لتحصين تلك المنطقة، وهذا يدل على أن ربما مرتزقة الفاغنر لا يريدون الخروج. المرتزقة متواجدون يعني منذ الشهور الأولى للغزو على طرابلس، يعني نقول لك دخلوا إلى طرابلس يمكن في حوالي شهر 8 وشهر 9 كانوا متواجدين رسمي في المحاور، وكانوا هم من يقودون المعركة، وكانوا هم من يتواصلون مع الطيران المسير ويحددون الأهداف. So we're seeing countries like Russia, countries like Turkey, engaging mercenaries to fight, or companies from those countries engaging mercenaries to fight in other countries. So where Russia or Turkey are not directly involved in the armed conflict in Libya or the armed conflict in Nagorno-Karabakh, but they are engaging proxies who are then fighting in the armed conflict and directly participating in the hostilities. And that is the issue that is of grave concern to the working group. You have to understand that the use of mercenaries is very problematic under international law. The Geneva Conventions talk about how the states should not be engaging mercenaries, and it becomes very opaque when you have these intermediaries, these middlemen, being involved in engaging the mercenaries. So what that means is that accountability for war crimes committed by mercenaries becomes extremely difficult. It becomes very, very difficult to ascertain who the mercenaries are, where they've come from. Gathering information, gathering data on the ground is extremely problematic, it's extremely difficult. And so getting justice for the victims of mercenary attacks, such as in Libya, where we saw the extrajudicial killings, it makes accountability and justice for the victims and their families almost impossible. وتجيب انت بتجاوب بالفترة اللي ريتها، قلنا لغم، قال لغم شنو؟ تبي صغارك التانيين، هذا قصف جوي طيران تركي. احتسبت لله وقاعد لعندها ساعة نحتسب لله، حسبي الله ونعم الوكيل. إن هؤلاء الأشخاص الذين ينشرون صورهم على وسائل التواصل الاجتماعي في روسيا في أعياد ميلاد أبنائهم
هم أنفسهم الذين يصورون ضحاياهم وهم يذبحونهم في سوريا ويجعلونهم يركعون معصوبي العينين أمام بنادقهم في طرابلس قبل أن تنطلق ضحكاتهم مع طلقات سلاحهم التي لم تشبع من دماء العرب ولا من نقودهم. إنها كنوز الشرق التي طمعوا بها قديماً ويشترونها بدماء أبنائها اليوم. سوف تكون الخاتمة بعرض مجموعة صور لعناصر الفاغنر من على حساباتهم التي تثبت مهنتهم وفي مواقع القتال.